صانعت المحتوى الفلسطينية بيسان عودة استغلت منصتها والتي يتابعها أكثر من 4 ملايين لتسليط الضوء على معاناة شعبها باللغة الإنجليزية. في المقطع التالي تتحدث بيسان عن سلاح التجويع الإسرائيلي في شمال قطاع غزة وتدعو إلى إدخال المساعدات إلى الصامدين هناك بكل طريقة ممكنة. نستمع. Everyone, this is Bisan from Gaza, and this video is to confirm that until this moment, people in the north of Gaza Strip are starving to death. People in the north of Gaza are suffering and starving to death even after the Flower Massacre, even after the United Nations and many countries condemned what Israel is doing by applying a forced starvation on at least 300,000 civilian Palestinians in the north of Gaza Strip, even after some attempts of some countries to drop food there that resulted in 3 airdropped food boxes that are enough for family, 2 families or 5 families. What are you doing? This is madness. Kamal Adwan Hospital in the north of Gaza Strip are talking about, since like 3 days until now, are talking about at least 10 kids who died because of the lack of nutrition and hydration. People are dying because of hunger there. And the Israeli army is not giving the permission for anyone to airdrop there or to enter the 8 trucks. You need to stop this. In the day 148 of the continuous genocide against my people, people are dying because of hunger, because Israel is using the starvation weapon against us, against people in the north of Gaza Strip. If this is not a genocide, then what? Airdrop food there, airdrop food aid, airdrop aid there. Do anything, stop this. Israel is not giving the permission for anyone or any country to airdrop there or to enter a truck. من هذا المقطع الذي تحدثت فيه بيسان إلى بيسان بذاتها معنا عبر الهاتف. أهلا بك بيسان من غزة للحديث أكثر عن التفاصيل. بيسان، تتحدثين في كل مقاطعك باللغة الإنجليزية، ما السبب في هذا؟ أهلا وسهلا فيك وفي جميع الناس اللي تابعونا بيسمعونا. ليش بتكلم باللغة الإنجليزية؟ لأنه كثير مهم خلاص نصير مدركين إنه التهويد اللي بتعرض له شعبنا والتهويد اللي بتعرض له أراضينا واستباحة حقوقنا في قطاع غزة، في القدس الغربية، استباحة حقوق الفلسطينيين في كل مكان، ونسيان أو تناسي حقوقهم بالعودة لأراضيهم بال 48، بالعودة لأراضيهم المهاجرين منها بالضفة أو بغزة، هو نتيجة الرواية الإسرائيلية الدائمة. إسرائيل طالما كانت بطلة الحدث، طالما كانت بطلة المسرح بوقت حرب وبغير أوقات الحرب، إسرائيل هي دائما بطلة المسرح. ومن داعم بطل المسرح؟ الغرب، US. وهدول الناس اللي قاعدين هناك بالعالم الثاني مش عارفين عن عالم إشي، بس بنفس الوقت بيدعموا الإبادة والقتل وتطهير العرق اللي بيصير من 75 سنة تجاه شعبي وتجاه عالمي. لازم يكونوا على دراية باللي بيصير، خاصة الحرب الأخيرة هاي اللي احنا نتعرض له الآن. هو أكثر، وعشان هيك هاي حرب جدا خطيرة. أنا متوقع إنه إحنا علشان نبني سردية ونبني رواية خاصة فينا إحنا كفلسطينيين، إحنا نحكي عن شو قاعد بصير في عالمنا، فهي الخطوة كتير متأخرة. إحنا كان المفروض من زمان كنا بنحكي أكتر عن اللي بصير معانا، ولكن لربما اضطروا لهذا قررت في ارتكاب الجرائم والتفضيع في طرق القتل والتعذيب هو اللي دفع فلسطين أكتر منهم أنا. لهذا قررت الحديث بشكل مستمر وبكل ممكن. نعم، لهذا قررت الحديث باللغة الإنجليزية لتوصلي هذه الرسالة التي قلتها إلى العالم الغربي، لربما يستمع ويعرف حقيقة الرواية من طرفكم. طيب بيسان، إذا أردت أن أسأل عنك كصانعة محتوى، الآن أنت تقومين بعمل يقوم به الصحفي في كل حال من الأحوال في هذا الظرف الذي تمر به غزة، إذا سألتك عن أبرز ما شهدته وترك بداخلك أثر كبير مع هذه الحرب،
أنا أتصور إنه غير المشاهدة وغير التصوير في شغلات كثير تترك أثر. يعني مثلاً أنا ما بتوقع إنه لو الإنسان اللي قاعد في بيته في أي مكان في العالم عربي أم غربي ضل يتابع فيديوهات بيسان، فيديوهات باقي الشباب كلياتهم مليون سنة، ولا يمكن يتخيل ريحة الدم اللي في الشوارع، ولا يمكن يتخيل إنه اليوم إحنا كنا على بعد 3 متر من قصف هان، يعني إذا ما قتل بتر بأطراف الناس اللي كانت ماشية في الشارع. أنا بتوقع إنه إجابتي على هذا السؤال ولا ممكن كمان تكون إشي واحد فقط، هو مجمل من الـ 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 الأحداث والمشاهد اللي ما كنت بتوقع في كوابيسي إني أشوفها. بداية من أشياء بتصير معنا وبتهددنا، يعني أنت بتكون قاعد في مكان مش آمن فيه، قصف في كل مكان. أنا لو كنت بدري دقيقة متحركة كان أنا متت، هلقيت كان أنا هلقيت خبر، كان أنت أكيد بتعرض الخبر هذا أنه بسان عود الناشطة الفلسطينية هي أحد ضحايا اليوم 149. أنا دقيقة كانت فصل بيني وبين الموت، وبيني وبين زملاتي كمان، يعني زملاتي كمان كانوا في خطر. ما في مشهد محدد. المشاهد يا إما إشي في خيالنا إنه إحنا هنموت أو هيموتوا أهالينا، يا إما أشياء شفناها زي مثلا الجثث اللي على الطريق. أنا هذا مشهد عمريش في حياتي بنساه. أنا لما طلعت في تاريخ 10/11 من شمال قطاع غزة إلى جنوبها حكونا نطلع على الطريق الآمن. طبعا الطريق مش آمن بالمرة، الطريق كان فيه قصف، الجيش الإسرائيلي كان محيط بالطريق، الناس كانت لو سقط أبوها أو أخوها أو أختها مغشي عليها ضربة شمس جلطة أيا كان بقدرش يطمل ياخده يشيل جثته. الطريق مش آمن بالمرة، وإحنا ماشيين في جثث على الطريق. المشهد اللي عمري في حياتي كلها ما بنساه هو مشهد، طبعا إحنا يعني مؤمنين وإكرام الميت في دفنه، بس ما بنقدر نطمن على جثة وندفنها. فبكون النازح الماشي من الشمال للجنوب شايف جثة جنبه والجيش قباله بقدرش يطمن على الجثة يشيلها، بسحب حرام برميها على الجثة. فمرينا من جنب جثة، في جثة كانت الرجل مبينة وأنا شفتها، بس أنا كبيرة، أختي الصغيرة شفتها وحكت لي هيك عملت بسان شو هاي؟ أنا ما عرفت أجاوبها، ولا عمر فهمت هي كمان تنسى هذا المشهد. مشهد بلخص كيف قتلنا، كيف ذللنا، كيف تشردنا، كيف أجبنا، كيف مضينا، وكيف حضرنا، وكيف مستقبلنا. ولكن مش مشهد وحيد ومش على شخص واحد، مشاهد كثير. هذا يدفعني للسؤال بيسان، أعذريني على المقاطعة، أعذريني على المقاطعة، من تشوف أعذرين على المقاطعة بيسان، ولكن أنا أتحدث معك الآن كصحفي وكشخص من خارج قطاع غزة. أريد أن تحكي لي من هي بيسان قبل هذه الحرب، ومن هي بيسان الآن بعد مرور 5 أشهر من هذه الحرب؟ المعذرة منك، صوت قطع طبيعي بسبب مشاكل الإنترنت، ولكن كيف كان تغطيتنا الصحفية خلال آخر 5 أشهر؟ لا، أسألك، سأعاود السؤال وأتمنى أن يصل الصوت بشكل سليم. أريد أن أعرف بيسان ما قبل هذه الحرب كيف كانت، وكيف هي بيسان الآن بعد مرور 5 أشهر؟ على مستوى إنساني بالأول، أنا ما كنت بقدر الحياة زي ما بقدرها لقيت. أنا كنت دائما مشغولة في صناعة المحتوى أو في استكشاف العالم، بس ما كنت شايف العالم اللي أنا فيه. كنت بدي أوصل آخر العالم، بس ما كنت شايف إنه غزة فيها كل شيء. وغزة خلال فترة 5 شهور لما بعدنا عنها، وأنا بحكي عن مدينة غزة، أنا من شمال قطاع غزة، فلما بعدنا عنها عرفنا إنه لا، إحنا نمتلك أحلى بلد بالعالم، أنقى شعب بالعالم، أشجع شعب بالعالم، أحلى شباب بالعالم، شباب جيلي سني وأكثرهم طاقة. فهذا الموضوع اللي تغير، كيف أنا بقرأ كيف بشوف غزة وكيف بشوف شعبي، وكمان كيف العالم بشوف غزة. أنا كنت قبل الحرب مدركة إنه العالم بعرفنا أكتر، يعني بعرف غزة، بس بعد الحرب لقيت إن العالم لا، ما بعرف غزة.
وانه عن جد بفكرونا دائما حرب، ما بفكروا انه عندنا حياه حلوه، عندنا اسواق، عندنا اثار، عندنا جامعات، عندنا تعليم، عندنا شغل، عندنا شركات، عندنا غزه. يعني اخر فتره كانت كثير بتجنن، على الاقل اخر 10 سنين عشتهم فيها. قبل هيك بدي اعتبر حالي ما كنت واعي. غزه كانت بتجنن اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، ثريه جدا، ولو انها صغيره ومحاصره، ولكن شعبها كان هلقد ثري. فأنا كمان أدركت بعد 5 أشهر إن العالم ما بيعرف عنا كفاية، ما كان بيعرف إن إحنا هالقد شعب جميل، ومش بس نستحق الحياة، إحنا نستحق الحياة وبذلنا لأجل نوضح إن إحنا نستحقها أكثر ما يجب أن يبذل أي شعب بالعالم. فهاي الشغلة اللي تغيرت بالنسبة لي كثير محورية. طيب بيسان، بعد أن تنتهي هذه الحرب أو نصل إلى نقطة فاصلة إلى في هذه الحرب، ونتمنى أن تكون الآن قبل الغد أو بعد حتى ساعة، نتمنى أن تأتي في أي لحظة الوقوف لهذه الحرب، ما أول ما ستفعليه حينما تعلمي بأن القصف توقف والحرب توقفت؟ يا الله، أنا كل ما أنسأل هذا السؤال بكون عاجزة، كل مرة عاجزة قدام السؤال أكثر من المرة اللي قبلها، لأنه كل مرة بنشتاق لشغلات في حياتنا أكثر من المرة اللي قبلها. بس أنا أول ما أفهم إن الحرب خلصت، أنا وعدت نفسي إنه أنا بدي أروح على بيتي مشي. أنا الآن على الحدود المصرية، أنا في أقصى 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 جنوب القطاع، فبدي أخذها على البحر طوالي، لا لا بيتي مشي، لغزة. أنا كثير بحب مدينتي. بعدها يمكن الناس اللي حوالي دائما بيسمعني بحكي الشغله هاي، بدنا ننظف البلد، بدنا ننظف، بدنا نروح على البيوت اللي اهاليها مش قادره تنظفها من الزعل، بدنا نروح على البيوت اللي اهاليها عتمت قلوبهم، عتمت حياتهم من فقد الاحبه وفقد الابناء، بدنا نساعدهم، بدنا ننظف معاهم دورهم، بدنا نشوف ايش محتاجين، بدنا نكون معاهم في السراء ونطلعهم من جو الحرب ونقولهم خلص احنا رجعنا على دورنا. بدنا ناكل، انا عن نفسي بدي اكل كل الاكلات اللي بحبها، بدي اكل اكل نظيف، اكل من المطبخ، بدي انام على السرير، بدي استدرك نعمه ان الواحد يكون قادر يشرب كاسه شاي في دار إله، في شارع ملكه، في نص مدينته. هاي شغله يعني اللي ما نزح ولا يمكن يحس فيها. شو يعني غرفة وبيت وسرير وكاسة شاي ومطبخ؟ هيشوفوها إشي عادي، إشي حتمي في آخر النهار لأي واحد. بس أنا بعمالي بحكي كل إشي بنعيشه، فده قعدة واحدة مرة تانية في الجنينة أو على البلكونة، قعدة واحدة. فهاي لستة الأشياء اللي بعملها، يعني هذا طموحي قبل ما أرجع لحياتي وشغلي وتصويري وأصدقائي وحياتي اللي كنت بمارسها ورياضة وحياة غزة. بس بدي ارجع لهاي الشغلات الشخصيه اللي في محيطنا الصغير، هاي اهم شغلات بالنسبه لي، وعن طيب جد طيب هذا كثير بيسان، مهم. يعني انا كل ما كثير نفسي ذكرته اروح اعملها من هالبيت. كل ما ذكرته مؤثر ويلمس القلب بكل معانيه. أسأل، بما أنك جئت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، نتحدث الآن عن شمال محاصر جائع، المشاهد والفيديوهات التي نعرضها من وقت لآخر صعبة ومؤلمة حتى لي أنا كصحفي أتابعها يوميا وأستخرجها أنا فريق العمل، مؤلمة لنا حتى بعض الأحيان لا أحاول أن أكمل الفيديو. ما الفوارق ما بين الشمال والجنوب الآن؟ كيف هو الحال؟ الجنوب يعاني ونرى المعاناة في الجنوب، فكيف به الحال في الشمال؟ المشكلة إنه صار في عنا معضلة، إحنا أمام قطاع بيعاني بنفس الوقت بنفس المكان زي ما هو واضح، من نفس الأطراف المعتدية عليه، من نفس الأطراف المحتلة له، ولكن كل واحد بيعاني أكثر من الثاني. يعني أهل الجنوب شمال، ولا طلعنا بحياة الخيام لأشهر على الرمل في السقعة والشوب والجوع والذل والتعب. فأهل الجنوب بيعانوا من النزوح، وأيضا بيعانوا من قلق مستمر إنه متى هيجتاح رفح. الاحتلال بكل أركانه بكل أشكاله يلوح باجتياح رفح، متى هيجتاح رفح؟ وبعد هون بدنا نروح. النازح في جنوب قطاع غزة الآن بدي أحكي،
بيعاني من رهاب، انه انا وين بدي اروح؟ انا رحت اخر الجنوب، وين بعدين؟ وين بدك ترميني؟ يا بالبحر يا في سيناء. طب انا وين بدي اروح؟ هذا سؤال كبير وصغير. بينما في نازحين طبعا بيكون مصيرهم انه ببساطه باشهر شاردين من بيت لبيت لبيت، كل واحد شارد 10 مرات، شارد من الموت، الواحد بالاخر بيستشهد. ولا اللي انت كنت تحكي عنها قبل هذا الفيديو، عرضت فيديو لها وهي امها بتنعيها، ولا كان جاردي ولا مخرجه ولا ما فيش حد ما بحبهاش، ولا متطوعه في عده جمعيات، مع انه هي مش محتاجه تتطوع. الصبيه يعني عندها مؤهلات وظيفيه بتخليها تشتغل براحتها، تتطوع، تسمع، تسمع. ولا استشهدت وهي نايمه، شخص كان نايم مستشهد، كان ممكن برضه تستشهد في الشمال. فأهل الجنوب كمان بيعانوا إن هم حتى في الخيام بيستشهدوا، يعني شردوا على الفاضي. صف الواحد هو أنا شارد من الموت والموت يلحقني بالذل، ها أنت مكان مت في داري. طيب أهل الشمال حصار ومستقبل مجهول. أهل الشمال الآن جوعوا أشهر، بعدين فجأة من حيث لا ندري حرفيا طريق الهروب إلى الجنوب ما كان مفتوح أمام أهل الشمال، غير لما بلشت الناس تموت من الجوع وتسمع إن فلان في الحارة الفلانية مات من الجوع. الناس صارت تسحب حالها وتشرد على الجنوب. الشمال الآن خايفين من الهروب، خايفين من دخول القوات واحتلال القناصة للمباني العالية، بالتالي ممكن يموتوا هم رايحين يجيبوا جلن مي. خايفين من القصف المستمر والأحزمة النارية، خايفين من الجوع. فصفى كل جانب بيعاني أكثر من الثاني، بس كل جانب محتاج للثاني. اللي في الشمال محتاج يشرد على الجنوب، بس اللي في الجنوب مش لاقي أصلاً مساحة وبيموت هو نايم في خيمة. هاي هي إقلاق 2,300,000 شخص، السيطرة على ذهنه وعقله، بعثه للجانب من الهسرة، من الخوف والقلق المستمر، إنه أنا وين أروح؟ أنا عاجز تماماً. دفعه لأنه بوقت من الأوقات ممكن يرمي حاله قدام دباب قدام البحر ولا أي شيء، بس هو مش عارف وين يروح. هذا هو اللي إحنا عايشين. الجنوب والشمال الآن بيعانوا على قدم سواء، ولكن ربما الوضع الإنساني في الشمال أكثر سوءا، لأن الناس بتموت بالبطيء مع استنزاف جسمهم لمخزونهم، بالتالي بيضعفوا وبيموتوا. بالإضافة لأن الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بيعانوا أكثر، بيموتوا قدام بالغين العيلة، وهذا قاتل نفسيا قبل القتل الجسدي. يعني هذه هي طيب. المعادلة اللي إحنا أمامها الآن. بيسان، ما مصير أطفال غزة؟ هذا سؤال يطرح في الشوارع في كل أنحاء العالم. أوكي. في جهتين بتروح لهم الأطفال، وللأسف هدول الجهتين كمان مش جهات مستدامة، وما بتعني إنه الأطفال بأمان ولا إنه مستقبلهم راح يكون سوي. وللأسف كمان رقم الأطفال اللي فقدت أحد الآباء أو كليهما بيوصل من 17,000 ل 20,000 طفل. هذا رقم كتير كبير، ولكن الأسوأ إنه في نسبة كبيرة منهم أطفال فقدوا كل عائلاتهم أو أطفال مجهولين الهوية. الآن في جهتين بتروح لهم الأطفال. الجهة الأولى هي العائلة الممتدة. إحنا في قطاع غزة العائلات ممتدة جدا، العائلات كبيرة وصلة القرابة، يعني سبحان الله الحصار حكم علينا إنه صلتنا القرابة تكون يعني واصلة لابن خال مش عارف، عائلات طويلة. فممكن خلال فترة الحرب لحد ما تطلع أي جهات تتبنى أو أي مؤسسات أو أي وزارات، لحد ما ترجع البلد، يعني إنه العائلات هاي تتبنى ابن فلان، يعني قرابة بتكون درجة رابعة وخامسة، ولكنه في ظرف سيء. ولكن هان كمان الابن بيكون فيه عامل عبء، لأنه بده أكل، بده شرب، بده اهتمام، بده شغلات كتير، وهذا للأسف مش متاح الآن. حتى الرعاية الصحية مش قادرين نحصل عليها في أزمة. يعني إحنا صرنا أحيانا لما نتعامل مع القضايا الكبيرة نصير نعتاد عليها، ما في نظام صحي في غزة. فتخيلوا لو هذا الطفل فقد كل عائلته بنفس الوقت، هو جريح ينجذف معاه. فصفى للأسف الركن الأول اللي بنعتمد عليه هو العائلة الممتدة. وعائلات كتير بتكون طبعا وضعها الاقتصادي مشهد أو مش قادر تعتني بحد جديد. الجزء الثاني ناس غرباء بس بدهم يتكافلوا، وهذه نسبة قليلة. أنا مرت علي
طفلة هي ناجي الوحيدة من مجزرة الصبرة، لا معروف لها اسم ولا اسم والدة ولا اسم والد. لقوها طايرة على شباك جيران بعيد عن مكان القصف، كان عمرها حوالي 3 أسابيع، وهذا اللي قدروه أطباء الحضانة. الآن الطفلة في كفالة ممرضة كم العمر كانت بيسان؟ عفوا مشرفة على الصوت وضعها تقطع، في الحضانة. هلا الصوت هذا الوضع في تقطع. الحضانة ما بنفع الطفل. الممرضة، هاي الطفلة الآن، هاي طفلة كانت ناجية من المجزرة، هي الطفلة الآن في كفالة ممرضة. الممرضة هي كانت مشرفة على وضع الطفلة بالحضانة، ولما وصلت عمر محدد بعد الشهر شهرين صار لازم الطفلة يصير في بينها وبين العالم الخارجي تلامس، صار لازم تفهم والناس تحكي معها. فهاي الممرضة تكفلتها، ولكن الحرب مش راضي تخلص لحتى ندور على أهل هاي البنت أو نرجع على الشمال حتى أو نعمل أي شيء. للعلم أنا ما بدي أجمل الواقع، علشان تجميل الواقع جريمة في حالنا. قبل 3 أيام استشهدوا طفلين بعمر 5 أشهر من عائلة السوافيري. هذول الطفلين فقدوا عائلاتهم بعد مجزرة من المجازر اللي حصلت في شمال قطاع غزة. تلقوا علاجهم في حضانة مستشفى الشفاء قبل دخولها من قبل قوات الاحتلال. تم إخلاءهم من الحضانة بعد استشهاد 8 أطفال في الحضانة نتيجة عدم وجود أكسجين للمستشفى الإماراتي في رفح. ما تبناهم حدا، لأنه وضع الناس كتير سيء، وضلهم بالحضانة لمدة 5 أشهر. انتقلت إلهم جراثيم، كبروا في العمر خلال وجودهم في الحضانة بدون ما يحصلوا على لمسة الأم أو الأب، بدون ما يحصلوا على رضاعة طبيعية من الأم، منعتهم ضعفت واستشهدوا. طفلين بعمر 5 أشهر كبار، إحنا ما بنحكي عن طفل عمره 27 أسبوع ولا 30 أسبوع، ولد بشكل مبكر وهو جنين وفقدته أمه نتيجة قصف. يعني نحكي عن أطفال، عن أرواح 5 أشهر استشهدوا. فللأسف مش كل الأطفال، أنا ما بقدر أطمن حد على وضع الأطفال في غزة، مش كل الأطفال ممكن يلاقوا أي رعاية أو عناية تكفي حتى لنجاتهم لما بعد الحرب، مش طيب لمستقبل أفضل للأسف. بيسان، كل ما توصفيه وكل ما نشاهده في الفيديوهات له انعكاسات سلبية على الجانب النفسي على الأطفال وعلى الكبار وعلى الطاعنين حتى في السن، كبار السن، عليك وعلي أنا كصحفي وعلى كل من يشاهد ما يحدث ويحصل. أنتم في قطاع غزة، كيف تتغلبون على الانهزام النفسي حينما نرى هذه الفيديوهات للناس ما زالت متمسكة بأرضها، متمسكة بالوجود، متمسكة بالحياة؟ كان لدينا بعض الفيديوهات سنعرضها بعد قليل، ولكن الوقت لن يسمح. لطفل يغرس غرسة في أمام منزله المهدم على سبيل المثال، هذه الحالة من الثبات النفسي، ما الذي تفعلوه لتظلوا بحالة نفسية قوية أو تستطيع استكمال الحياة رغم الحالة الصعبة؟ لأنه مش خيار، إحنا مش موضوعين في الخيار، الانهزام أو الصمود. إحنا انولدنا في هذه الظروف. أنا ولا مرة كنت مخير، ولا واحد من شعبي كله مخير. أنا بقدرش أحكي بعد 150 يوم إنه شعبي فقط صامد. شعبي تألم، شعبي قتل، شعبي حرق، شعبي اختبرت على أجساد أبنائهم الأسلحة، ورفعت تقارير بعظمة هاي الأسلحة ونجاحها في تقطيع أبنائه. لا، شعبي ليس لديه خيار سوى إنه يرجع للعالم اللي هو كان فيه. شعبي كان عنده عالم رصاص، مدينته، شارعه، شغله، حيه، طريقته على استعانته بالصبر لمواجهة ظروف الحياة القهرية اللي أصلاً كنا نعيشها قبل الحرب. شعبي الآن بيعيش في حالة من أنا بدي أرجع على حياتي. كيف بدي أرجع على حياتي؟ بدي أضلني واقف هيك قدام خيمتي وأدعو وأضلني صابر لحد ما تنسحب هاي الآليات وأرجع على ركام البيت. مش مشكلة، بعمل خيمة فوق ركام البيت، على الأقل الواحد يكون قاعد على إشي حاس إنه هو مالكه وحاس إنه حافظ كرامته. ممكن الأطفال يبينوا وجه أحلى للحرب، خاصة بعد ما تشوف كمية الأطفال اللي قتلت اللي روع فيها، وبنفس الوقت أطفال تانيين بزرعوا وبيلعبوا وبرقصوا لما يلاقوا رغيف خبز صغير. بس كمان هذا وجه ثاني من الجريمة.
جريمة إنه الأطفال ما بيعرفوش إنهم في خطر، جريمة إنه الأطفال ترتكب مجازر على بعد أمتار من خيمتهم وهم مش حاسين بالخطر غير إنه الصوت سمعوه فهم لسه عايشين. الأطفال من أكثر الناس اللي رح يروا اللي إحنا مرينا فيه. أنا مريت في حروب قبل هيك، بس أختي الصغيرة لما مرت في الحرب بدأت 2014 كان عمرها شهرين 3 أشهر، هاي فاهم الآن كل إشي قاعد بصير. نفسها بتضحك تلعب مع البسيل بالشارع، هي عارفة إنها بخطر بس مش مدركة حجم الخطر. هاي مشكلة، إحنا هيك بنقلل من إنسانية إنسان. طيب إحنا حاطينه في مكان يلغو فيه العبث، مكان تحت على الأسلحة والنار مقاطعتك، وكل تآمر، اعذريني على ومش عارفين إنهم مقاطعتك في خطر. بيسان، اعذريني على فأنا مقاطعتك بالنسبة لي بيسان، الصمود اعذريني على المقاطعة وأذهب إلى السؤال الأخير. يعني كل ما تحكيه هذا يقابله صمت دولي أمام هذه الجرائم. في كلمات قليلة وجواب أخير، اختصري الرسالة التي تريدين أن تقوليها أو ما توصفي به هذا الوضع، هذه الأمور المأساوية وما يقابلها من صمت دولي تجاه ما يحدث. صمت حكوماتي، ولكن الشعوب معانا، الشعوب الحرة معانا، والشعوب اللي صحيت معانا. وأنا كثير ممتنة للفرصة اللي خلتني ولو جزء صغير صغير كثير بسيط بني أحكي شو بصير مع شعبي، لأنه بعرف ومدركة تماماً إنه إسرائيل مجرمة وإسرائيل لازم تحاكم بكل المعايير، حتى لو بمعايير الأطفال اللي شهدوا هاي الجرائم، بدون تحقيقات وبدون ملفات وبدون محاكم دولية عليا وأشهر. إسرائيل الشعوب وإحنا شايفينها مجرمة. هذا بالنسبة لي هو على الأقل نصر لصوتنا ونصر لقصتنا. الحكومات متخاذلة، الحكومات بشتى أنواعها وشتى أشكالها متخاذلة. ما بعرف شو السبب صراحة، هي أقوى بكثير من أن هي تحتاج لهذا التخاذل لتثبت أي شيء. متوقع أنه أنا كنت بتوقع أنه الحكومات تكون يعني صارمة أكثر من هيك، يعني ماشي تخاذلت شهر شهرين 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر، بس يكون في عندها رد صارم صارم على كل اللي بصير. أخرها مجزرة الطحين اللي صارت في حق الجوعة أول امبارح. فأنا مصدومة من صمت الحكومات، ولكني كمان مصدومة من عدم صمت الشعوب ومن قوتهم في المطالبة بحقوقنا. وصلت رسالتك ورأيك عن ما يحصل الآن، شكرا لك بيسان لكل ما نقلته لنا من داخل غزة ولنقل الحالة الإنسانية بأبسط الكلمات التي استطعت أن تقدميها لنا. شكرا لك بيسان عودة، وما حدثتنا به من غزة فيه الكثير، شكرا لك.